التلفزيون العربي. الحرائق وماذا عن مستوى التصعيد العسكري؟ نعم، يعني الرسائل تتوالى من قبل المجالس المحلية في المناطق الحدودية. فالمجلس المحلي لسكان الجولان، بمعنى نتحدث عن هضبة الجولان السوري المحتل بمساحتها 1150 كيلومتر مربع، طلبت من السكان الموجودين فيها بالبقاء قرب المناطق المحمية وعدم التحرك في هذه الأثناء، وأيضا تقليل الأنشطة غير الضرورية. قبل قليل بعد تقييم من الجيش الإسرائيلي تم إرسال رسائل للذين بقوا في المناطق التي أخليت على مقربة من الحدود مع لبنان البقاء بالقرب من الملاجئ والانتباه لتعليمات الجبهة الداخلية. حتى هذه اللحظة لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية، ولكن على الأرض نشهد تعليمات جديدة من قبل المجالس المحلية، وهذه جاءت بعد جلسة لتقييم الأوضاع في القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. وعادة رؤساء المجالس المحلية هم في اتصال دائم مع الجيش الإسرائيلي بشكل عام. النيران حتى هذه اللحظة هي مشتعلة في المنطقة التي تحيط في بيت هلل ومناطق في إصبع الجليل، بعد استهدافات عديدة حدثت هذا اليوم، بدءا بإطلاق صواريخ وصولا إلى مسيرات مفخخة. وهذه النيران حتى اللحظة منذ حوالي 4 ساعات وهي مشتعلة، وعلى ما يبدو أن هناك صعوبة بإخمادها وهي تمتد وتتسع. هناك أيضا إطلاق لصاروخ مضاد للدروع نحو منطقة يرؤون في الجليل الغربي دون وقوع إصابات، وفي مزارع شبعة المحتلة قبل أقل من ساعة من الآن سقط على الأقل 3 صواريخ في داخل مزارع شبعة على مقربة من أحد المعسكرات الإسرائيلية الموجودة في داخل المزارع. وهناك أيضا نيران تشتعل، ولكن نيران قليلة أو ضئيلة تشتعل في داخل المزارع شبعة المحتلة. حقيقة التعليمات التي وصلت إلى السكان هي ربما الحدث الأبرز، رغم أن اليوم أعلن عن مقتل إسرائيلي في إطلاق صواريخ نحو منطقة جشورم وهي إحدى المناطق الواقعة في إصبع الجليل، ولكن إيصال هذه التعليمات تعني بأن الجيش إما يستعد لهجوم واسع من حزب الله أو ربما يقترب من اللحظة التي ينفذ فيها الهجوم الواسع الذي يهدد به بنيامين نتنياهو لبنان وحزب الله. الدخان الذي نشاهده حاليا في الصورة هو دخان من داخل مزارع شبعة المحتلة بعد سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت هذا اليوم وقبل أقل من ساعة من الآن على مقربة من موقع عسكري إسرائيلي. من هذه النقطة أو على مقربة منها بدأت عملية دخول حزب الله إلى هذه المواجهة، تحديدا في 8 أكتوبر، إذ اختار أن يقصف موقعا عسكريا في داخل مزارع شبعة في 8 أكتوبر. ولكن إسرائيل بدأت ترد بقصف ليس فقط مدفعي بل قصف أيضا من الطائرات الحربية، ورويدا رويدا بدأنا نشاهد ما يجري حاليا على هذه الجبهة من تصعيد والخشية من اندلاع مواجهة أو الذهاب إلى أيام من القتال. مصدر إسرائيلي قال لصحيفة إسرائيل هيوم إن إسرائيل حتى اللحظة عند قرارها بشن هجوم على لبنان، وهذا الهجوم الواسع، ولكن أيضا هي ستختار التوقيت المناسب لها. وأخذ عدة أمثلة من بينها الرد على إيران الذي تأخر، والرد على الحوثيين الذي تأخر أيضا بعد استهداف تل أبيب بمسيرة أطلقت من اليمن، ولكن بالنهاية إسرائيل تختار التوقيت المناسب لها ولمصالحها بحسب ما قاله هذا المصدر لإسرائيل هيوم. وعندما سئل هذا المصدر عن طبيعة الضغوط الأمريكية وتأثيرها بعد الأنباء التي تحدثت عن ضغوط من الإدارة الأمريكية على إسرائيل، قال بأن هذه الضغوط لم تتوقف ونتنياهو يعرف التعامل مع هذه الضغوط، في إشارة إلى الضغوط المستمرة من إدارة بايدن كي لا تضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية أو بيروت، أو محاولة الطلب من إسرائيل أن يكون الرد محدود كي والهجوم محدود وغير واسع كي لا تتدهور الأمور إلى حرب شاملة. اليوم كانت هناك انتقادات في الصحف الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو، فمثلا في صحيفة يدعوت أحرنوت ناحوم برنيع أحد أبرز الكتاب السياسيين في هذه الصحيفة أشار لأنه من السهل إرسال الوعود والتهديدات، ولكن من الصعب تنفيذ هذه التهديدات، في إشارة إلى تهديدات بنيامين نتنياهو، وتحدث عن أن نتنياهو يتعامل بإطالة الحرب مع قطاع غزة في مقابل محاولة تجنب المواجهة مع حزب الله. وهذا ربما يأتي في سياق الردع الذي أنشئ على هذه الجبهة.
جبهة وأيضا خشية إسرائيل في هذه الظروف وفي هذا الوقت، في ظل الحديث والأنباء التي تتحدث عن نقص في الإمدادات العسكرية، حرب طويلة لأكثر من 10 أشهر في داخل قطاع غزة، حالة الإحباط في صفوف الاحتياط، وإسرائيل جيش صغير يعتمد على الاحتياط، ومنذ أكثر من 10 أشهر تم إنهاك الاحتياط في قطاع غزة. كل هذه العوامل ربما تمهد إلى إمكانية عدم توجيه إسرائيل ضربة واسعة أو خشيتها من حرب شاملة على هذه الحدود. ولكن أيضا هناك من يدفع حتى من الإسرائيليين بضرورة التوجه إلى حرب شاملة وعدم عودة السكان إلا بعد تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب الله. بالأمس بتسليل سمودريتش وهو وزير في الكابينت ووزير المالية والوزير في داخل وزارة الأمن قال بأنه لا مناص أمام إعادة الأمن للإسرائيليين وسكان المناطق الشمالية إلا بحرب على حزب الله وتدمير حزب الله وإعادة احتلال جنوب لبنان ونقل السياج الأمني إلى داخل جنوب لبنان، بمعنى آخر الحديث عن إعادة إنشاء المنطقة العازلة التي سيطرت واحتلتها إسرائيل في 80s الماضي. إسرائيل في عام 78 بدأت بعملية استمرت 8 أيام واجتاحت لبنان حتى الليطاني أو جنوب لبنان حتى الليطاني، وفي عام 82 شهدت الاجتياح الكبير الذي وصل إلى بيروت، ولكن تراجعت إسرائيل وأنشأت منطقة عازلة بعمق عدة كيلومترات، وكانت هذه المنطقة تحت إدارة وسلطة أمنية وإدارة إسرائيلية وأيضا بجهود أو بإدارة جيش لبنان الجنوبي الذي تحالف مع إسرائيل في تلك الفترة. شكرا لك أحمد جرادات من الجليل الأعلى. التلفزيون العربي.